داخل هذه الخلية النشطة يشرف عدد من الأعوان المكونين من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على عملية التدقيق ومراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. على مستوى وقعت العمليات الخاصة بمعالجة الآلية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين وللمنتخبين اللي قدموها الراغبين في الترشح يوم الإيداع اللي كان آخر يوم كان 18 جويلية. احنا لهذا الغرض كنا جهزنا هذه قاعة العمليات بنظام معلوماتي مطور من طرف مهندسي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث قمنا بتسخير أكثر من 220 عضو تقني مؤهل لإقامة السلطة بتكوينهم وتدريبهم قبل بداية العملية، ومنذ يوم الإيداع اللي كان 18 جويلية إلى يومنا العمل مستمر بدون انقطاع. مراقبة مدى مطابقة المعلومات المدرجة آليا من طرف الأعوان التقنيين المسخرين على مستوى خلايا المصادقة في البلديات والمندوبيات البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع المعلومات الموجودة في الاستمارات الورقية هو ما يقوم به الأعوان التقنيون داخل هذه الخلية. أنا نقوم بمراقبة جميع الأعوان المتواجدين على الكمبيوتر، نقوم بمراقبة الاستمارة إن كانت صحيحة، ثم نتم فرزها من خلال ولايات، وكذلك إن كانت هناك فيها أخطاء نتم فرزها في البوات هذو كما كم شايفين نادينهم لتكون للتصحيح أو غير مطابقة أو مكررة، دونك ولا اللي تكون تاني ما فيهاش لو كود كيار يتم إعادة طبع لكود كيار. نحن هنا مسخرون من أجل معالجة ومعاينة المعلومات الموجودة على جميع الاستمارات لكل من الناخبين والمنتخبين، خاصة مصادقة وإمضاء الضابط العمومي باستعمال لكتور كيار. وتحسبا لموعد الإعلان عن هوية المترشحين المقبولين لخوض سباق الرئاسيات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يصل أعوان هذه الخلية النشطة الليل بالنهار، وكلهم تركيز في أداء المهام الموكلة إليهم.